في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الـ Scale Invariant Feature Transform أو الـ SIFT، وقلنا طبعا إن الـ Main Goal of الـ SIFT إن هو بـ Extract Features بتـ Describe الـ Input Image، وقلنا إن الـ SIFT بيتكون من 7 Main Steps وشرحنا الأربعة الأولانيين، وبالنسبة للـ Step الخامسة اللي هي الـ Orientation Assignment. هنلاحظ إن في الأربعة Steps الأولانيين السيفت كان بيكرييت سكيل سبيس ايمجز، بيكرييت فيرجنز كتيره من الايمج، بحيث ان كل فيرجن بتكون مختلفه في السكيل، وده بهدف ان هو يكرييت الجوريزم سكيل انفاريانت، يعني مش بيتغير بتغير السكيل. تمام. الاورينتيشن اساينمنت او الستبس اللي بعد كده بيكون الهدف منها ان احنا نبني سيفت بيكون روتيشن invariant او مش بيتاثر بتاثر الروتيشن، او لو الايمج حصل لها روتيشن بيقدر فعلا يديتكتها برضو عادي كانها not rotated. To create the shift descriptors with non rotation with rotation invariant, the orientation of the each of each key point is calculated. طيب دلوقتي احنا قلنا two main features بتاع الشيفت ان هو scale invariant و rotation invariant. لو عايزين نبني السيفت بحيث هو يكون روتيشن انفاريانت، بنبدأ نحسب الاورينتيشن بتاع كل كي بوينت. الاورينتيشن دي فاليو رقم من 0 ل 360، بريبريزنت البوينت دي الانجل بتاعتها كام، او هي روتيتد بالنسبه بدرجه كام. اوكي. فعشان نحسب الاورينتيشن لكي بوينت معينه لازم بنسلكت ريجون حوالين الكي بوينت. الريجن طبعا دي احنا اللي بنحددها، ممكن تكون الكي بوينت وفي نقطه بعدها ونقطه قبلها ونقطه فيها ونقطه تحت نقطه تحتيها، او طبعا ممكن نكبر الرينج زي ما احنا عايزين، بس هي دايما بنحسب الاورينتيشن فور ا بوينت باستخدام ريجن حوالين الكي بوينت دي. تمام. طبعا دي الايكويشنز اللي بنستخدمها عشان نحسب الاورينتيشن. السيتا هي الاورينتيشن، والام ده الماجنتيود بتاع الكي بوينت اللي معايا. طيب دلوقتي انا عندي كي بوينتس كتيره، انا عندي كي بوينتس كتيره، وكل كي بوينت عايز احسب لها الاورينتيشن، فباخد ريجون حواليها، في الاخر بيطلع لي ارقام كتيره، عايزه انالايز الارقام دي كلها واطلع في الاخر فاليو، او اقول كل كي بوينت ايه الاورينتيشن بتاعتها. مبدئيا انا لو عندي كي بوينت وخدت ريجون حواليها ببدا احسب الاورينتيشن وبيطلع لي فاليوز كتيره، باخد الفاليو الماكسيمم فاليو من الريجون دي كلها بتريبريزنت الاورينتيشن بتاع الكي بوينت. طيب عشان نفهم الدنيا دي اوضح، بنبدا نكرييت هيستوجرام بيتكون من 360 درجه هيستوجرام زي ده، ببدا اكرييت هيستوجرام، والهيستوجرام ده بيتكون من 36 بين 36 نقطه. 36 بدل 360 درجه بيبقى 36، لان كل نقطه بستخدمها عشان تريبريزنت الانجلز من 0 ل 9 او 10 انجلز. اوكي. كل بين بتستخدم عشان تريبريزنت 10 انجلز، بحيث ان دلوقتي عندي 360 درجه مقسمهم على 10 هيبقى عندي 36 بين. طيب ايه لو انا ماسكه البن الاولانيه واداني انديكيتور ان هو واطي او عالي او زي ما هو موضح كده، ايه القيمه الماكسيمم دي؟ القيمه دي بتريبريزنت ايه؟ القيمه اللي قصاد كل بن بتريبريزنت كام كي بوينتس موجوده الاورينتيشن فاليو بتاعتها في الرينج ما بين 0 و 9، او في الرينج بتاعها من 10 ل 19 وهكذا. يبقى دي بتريبريزنت العلامة دي، او ان قدام كل بن في فاليو، الفاليو دي بتريبريزنت كام كي بوينت الاورينتيشن فاليو بتاعتها بتقع ما بين الرينج من 0 ل 9 او من 10 ل 19 وهكذا. اوكي. ده بالنسبة للاورينتيشن اساينمنت، ببدا احسب الاورينتيشن لكل كي بوينت في ريجن معينة، وببدا ارسم هيستوجرام بيسمرايز كل الفاليوز دي. اوكي. طيب
فالستيب اللي بعد كده في الكي بوينت ديسكريبتور. انا دلوقتي عندي كي بوينتس، الكي بوينتس دي كنت قلت ان السيفت بيتكون من تو مين ستيبس، الديتكشن الديتكتور والديسكريبتور. الديتكتور بيحدد لي الكي بوينتس، لكن الديسكريبتور بيبدا يعمل ستيب تانية وهي ان هو بيبدا يوصف كل كي بوينت بفيتشر فيكتور معين. تمام، فلو انا عندي 100 كي بوينت هيبقى عندي السيفت الاوت بتاع السيفت عندي فيتشر فيكتور لكل كي بوينت، فعندي فيتشر فيكتور لكل 100 دول كلهم. طيب الفيتشر فيكتور اللينس بتاعه كام؟ الفيتشر فيكتور بتاعي طوله 128، فكل كي بوينت ليها فيكتور بيديسكرايب ات طوله 128. اوكي، فلو انا عندي 100 نقطه فيبقى عندي 100 في 128، السيفت اوتبوت عباره عن 100 في 128. ايه هي ال 100؟ النمبر اوف كي بوينتس. ايه هي ال 128؟ الديسكريبتور فيكتور اللي بريزنت كل كي بوينت. اوكي، طيب بنجيب الكي بوينت ديسكريبتور ازاي؟ طيب given a key point زي الماركت بالريد دي، باخد ريجن حواليها 16 في 16 وببدا اسبريت ال 16 في 16 دي ل 4 في 4 ريجنز. تمام، كل ريجن 4 في 4 ببدا احسب لها الاورينتيشن والماجنيتيود. دي الريجن اللي هي 4 في 4، ببدا احسب لكل بيكسل في الريجن اللي هي 4 في 4 بحسب لها الاورينتيشن والماجنيتيود. فلو عندي النقطة دي، النقطة دي بتقول لي ان مثلا النقطة دي هنا الماجنيتيود كبير ولك والاورينتيشن مثلا 270، هنا الماجنيتيود صغير والاورينتيشن تقريبا 90 وهكذا. اوكي، ف عايزه احسب الكي بوينت ديسكريبتور اللي هم 128 فاليو لكل كي بوينت، باخد ريجن 16 في 16 حوالين الكي بوينت، وال16 في 16 دي بقسمها برضو 4 في 4. اوكي، كل 4 في 4 بحسب لها الماجنيتيود والاورينتيشن، وبيطلع لي في الاخر حاجه بالمنظر ده. ده طبعا ايه السمرايز. طيب ده ال 4 في 4، كل ارو بيربريزنت الماجنتيود والاورينتيشن بتاع البكسل دي، الطول بتاع الارو بيربريزنت الماجنتيود، اتجاه الارو بيربريزنت الاورينتيشن. عايزه اسمرايز الفاليوز دي كلها، ببني هيستوجرام بيتكون من 8، ببني هيستوجرام بيتكون من 8. ليه 8؟ احنا كنا بنينا هيستوجرام قبل كده اللي هو فيه 36 بين، ف 360 على 10 بيديني 36. هنا انا عايزه اكون هيستوجرام بيتكون من 8 بنز بس، فيبقى 360 على 45 هيديني بن، بحيث ان كل بن بتريبريزنت انجلز من 0 ل 45 او من 0 ل 44. اوكي، فهبدا اشوف مين من الفاليوز دي، هبدا اكريت هيستوجرام بالمنظر ده واشوف مين من البيكسلز موجوده في 4 في 4 في الرينج اللي هو 4 في 4، مين فيهم الاورينتيشن بتاعها بيقع ما بين 0 ل 44، هبدا اكونت عدد الايه البيكسلز، وهكذا لكل الاورينتيشنز الثانيه لغايه لما اكونت الهيستوجرام. اوكي، الهيستوجرام ده بعمل له ترانسليشن للمنظر ده، بحيث طبعا ده الانجل 0، ده الانجل 45، ده الانجل 90 وهكذا. فبشوف بعد ما عملت حولت الهيستوجرام للمنظر ده، بشوف انهي اطول ارو، هل الارو ده اللي هو بيربريزنت 270، فيبقى الاورينتيشن بتاع الكي بوينت اللي موجوده او الاورينتيشن بتاع ال 44 ال 4 في 4 ده الاورينتيشن بتاعته 270. اوكي، تاني انا عايزه ابني الكي بوينت ديسكريبتور، فالكي بوينت بطلع لها فيتشر فيكتور طوله 128، ال 128 دي فاليوز، كل اندكس فيها في قيمه للاورينتيشن. اوكي، الكي بوينت ليها 128، 128 جت منين؟ ان انا عندي الكي بوينت عملت خدت ريجن حواليها 16 في 16، وكل 16 في 16 قسمتها ل 4 في 4، ومسكت كل 4 في 4 وعملت لها حسبت الاورينتيشن والماجنتيود، وبعد كده عملت البرزنتيشن للاوتبوت في هيستوجرام، والهيستوجرام كان عباره عن 8 فاليوز. اوكي، فال 8 فاليوز
عندي 8 values للأربعة في أربعة وهم أصلا 16، أوكي؟ فبقى عندي 8 في 16، أوكي؟ تاني، أنا هنا عندي ال 16 ال 16 region اللي هي 16 في 16 حوالين ال key point، ببدأ اسبريت 16 في 16 لأربعة في أربعة، أدي أربعة في أربعة، وأدي أربعة في أربعة، وأدي أربعة في أربعة، لما أعدهم اليوم 16، كل واحدة من دول بعمل لها representation بفيكتور طوله 8 لأن هو بيربريزنت الهيستوجرام، فعندي هنا 8 values، 8 values، 8 values، فيبقى عندي 8 في 16، أوكي؟ ده الديسكريبتور بتاع كل كي بوينت، الديسكريبتور بيتكون من 128 اللي هي 8 في 16، 8 اللي هو الهيستوجرام لينس، و16 اللي هي number of 4x4 ريجون، عدد الريجونز اللي هي 4 في 4. طيب كده في الاخر shows this results in 128 هي 8 في 4 في 4 values for each key point، وال 128 بيكريت فيتشر فيكتور فور ايتش كي بوينت، اوكي؟ طيب خلاص كده السيفت خلص، كونت الكي بوينت ديسكريبتورز. المفروض بعد كده اشوف هستخدم السيفت في ايه. فمينلي السيفت بيستخدم في حاجات كتيره، بس مينلي بيستخدم في الكي بوينت ماتشنج، ان هو بيبدا يقارن الكي بوينت في ايمج بكي بوينت ثانيه. طيب بالتفصيل، لو انا عندي ايمج ايه، لو انا عندي ايمج ايه والايمج ايه دي ليها كي بوينتس، وعندي الايمج بي والايمج بي دي ليها كي بوينتس، طبعا عدد الكي بوينتس اللي هنا ممكن يكون مختلف عن عدد الكي بوينتس اللي هنا، فببدأ أقارن each key point descriptor في one image بكل ال key points اللي موجودين في ال second image. ببدأ أقارن، لو أنا عايز أعمل key point matching، ببدأ أقارن كل key point في image بكل ال key points اللي موجودين في ال image التانية، وببدأ أشوف ال key point اللي أنا ماسكها أو ال descriptor اللي أنا ماسكه أقرب لأنهي key point في ال image التانية. أقرب الأقرب هيبقى هو ده الإيه؟ الماتش معاه. طبعا بحسب أقرب دي إزاي؟ باستخدام الإكلودين ديستانس، بقارن الفاليوز بقارن الفاليوز باستخدام الإكلودين ديستانس، والديسكريبتور ويز مينيمم ديستانس إز تشوزن تو بي ماتشد ويز، أوكي؟ ده طبعا سامبل أوتبوت من الماتشنج. أنا لو عندي الإيمج، لو أنا عندي الإيمج دي موجودة بروتيشن معين وحبيت اقارنها بايمج تانية موجودة هنا، لما طبقت السيفت طلع لي هنا ديسكريبتورز، ولما طبقت السيفت هنا طلع لي ديسكريبتورز. لو عملت الكي بوينت ماتشنج، يعني قارنت كل كي بوينت بكل كي بوينتس الموجودة في الايمج التانية، هيطلع لي ماتشنج كبير جدا. ده معناه ان هو روتيشن انفاريانت، يعني مش بيفرق معاه ان الايمج ان هي روتيتد ولا لا، اوكي؟ ده كان ده طبعا كان السيفت، ودي بعض الريفرنسز اللي ممكن تفيد اثناء المراجعة للسيفت.